سلام جميلنا أيها الأصدقاء وطاب مساءكم. نحن كلنا أخوانا نتلمى كده وندعي لأبو الولد ده ربنا يعوضه في ولده. طب يسنو شو عايز توصل لشنو؟ يعني بصج دي عايز توصل لشنو؟ عايز توصل لشنو بالظبط؟ نحن ما قدروا ما حاولنا نصفي النية، ما في طريقة أقسم بالله. شاب حلوون وواد صغير، يعني قدامك لسه العمر كثير، بتتزوج وتسوي أسرة وأي حاجة. ترسعة مالك؟ صي بترسعة مالك؟ أنت عايز ترسعة مالك؟ ده حلمك طبعا تبقى قدر ده عشان ترسعة، حلمك في الدنيا ده. الله يوفقك. يا عرة يا عرة، شفتوا أكبر مصيبة في الدنيا دي؟ ابتلاءات يا إخواننا، كلها ابتلاءات والله. ربنا يبتليك بشافع زي ده، يخوط لك راسك في الطين، يخليك لا تقدر تمشي بيت مناسبة، لا تقدر تمشي بيت عزاء، لا تقدر تتلمى مع الناس. ده هيكون سبب في إنه ناس كثيرة ما تتزوج. لو اتزوجت وجبت ولد زي ده بنحره والله، انحره من هنا لهنا انحره. قايس قايس الله.